بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. ينشر موقع صدى البلد اعتماد جدول الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة. اعتمد اللواء خالد عبد العال جدول امتحان إتمام الشهادة الدراسية بمرحلة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني العام 2021، وتجري الامتحانات خلال الفترة تجرى الامتحانات خلال الفترة 1 يونيو إلى 7 يونيو، يعني أسبوع بالظبط من أول يوم في الشهر ليوم 7. وطبعا هيبقى في ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأثناء الامتحانات، قبل وبعد وأثناء الامتحانات، تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من الأداء، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم، تنفيذا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الطلاب. يبقى كده نقدر نقول إن مفيش حاجة في الإعدادية جديدة، المنهج خلاص كامل الامتحانات، بس ان شاء الله اللي بشركم ان الامتحانات هتبقى سهله، هتبقى سهله، يعني كل اللي عليكم انكم تذاكروا واعرفوا الماده فيها ايه اولها واخرها، وان شاء الله الموضوع سهل جدا ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. طبعا الجدول بقى هيبقى نظامه كالاتي: الطلبه والطالبات هيؤدي امتحان اللغه العربيه والخط والاملاء يوم 1، يوم 1 يونيو، والدراسات الاجتماعيه هيبقى اليوم الثاني، ماشي؟ يبقى بدايه الثلاث هيبقى اللغة العربية، ادي اول يوم، لغة عربية وخط واملاء هيبقى يوم الثلاث، الدراسات هتبقى يوم الاربع، اليوم الثاني دراسات هتبقى يوم الاربع، الهندسة هتبقى يوم الخميس، الهندسة هتبقى يوم الخميس، تمام. الانجليزي هيبقى يوم السبت، الانجليزي هيبقى يوم السبت 5 يونيو. الحد بقى هيبقى جبر واحصاء، واخيرا يوم الاثنين بقى اللي هيبقى فيه مادة العلوم، تمام. ربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.